وانا طرحت على حضراتكم اسئله كلها حقائق ظاهره للجميع، ظاهره لمن يرى ولمن لا يرى. مفيش حد من مجلس الاداره ومن الجهاز الفني ومن الجماهير مننا يعني او احنا كزملكاويه مش بنطالب بصفقات، مش بنطالب بتدعيمات، مش بنطالب بالحفاظ على زيزو، مش بنطالب بتجديد عقود اللاعبين المميزين، مش بنطالب نادي الزمالك يكون في احسن شكل ممكن. لكن صدقوني صدقوني، الامور الماليه داخل النادي اصعب 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 مما تتخيلوا، وكل فرد مسؤول داخل النادي بيضاعف مجهوده عشان الامور تسير في الطريق الصحيح. والناحية التانية واحد يقول لي انا اتكلم بصوت الجمهور، احنا انتخبنا المجلس وكنا حابين المجلس، ومجلس ما يكون موجود عارف هو بيعمل ايه واكيد مش متفاجئ. بس صدقوني في مشاكل بتظهر كلنا متفاجئين بيها، ومفيش طريق للنجاح مش مليء بالاشواك. ومش بتكلم كلام متزوق ومش بديكم مسكنات زي ما بيقولوا، لكن فعلا اللي بيفتح ستاره ويشوف كم الازمات والمطبات اللي جوه النادي مش هيستوعبها.